نهاية امبارح كانت نهاية سعيدة الحقيقة على جماهير ومحبي كوت ديفوار. الحقيقة كانت مباراة النهائية في العرس الأفريقي ما بين نيجيريا وساحل العاج. الحقيقة كانت مباراة قوية جدا جدا، ولكن يعني الأبرز فيها هو المنتخب الإيفواري الحقيقة اللي قدم مباراة رائعة على المستوى التكتيكي، على المستوى الفني، على مستوى الكامباك، العودة للمباراة بعد خروج من الشوط الأولاني بنتيجة 1-0 أمام المنتخب النيجيري. والحقيقة كانت مباراة قوية جدا تليق الحقيقة بهذه النسخة من أمم أفريقيا، نسخة استثنائية الحقيقة. منتخب الإيفواري يعني فاز بالبطولة، وكان يعني أول هدف يحرزه المنتخب الإيفواري في نهائي كأس أمم أفريقيا، رغم وصوله عدد كبير من المرات للمباراة النهائية، لكن كان دايما المباراة بتنتهي بالتعادل. ويعني ده كان أول فرانكي سي طبعا لاعب المنتخب الإيفواري كان هو صاحب الهدف الأول. والمباراة الحقيقة كانت مباراة ممتعة على الشكل الفني، على شكل المنتخب الإيفواري اللي الحقيقة يعني كل السوشيال ميديا مش في أفريقيا بس لكن في العالم كله الحقيقة اتكلمت على الكامباك وعودة المنتخب الإيفواري يعني ما بين قوسين كده من الموت، بعد تقريبا 99.9 خروجه من دور المجموعات إلى تواجده في المباراة النهائية أمام منتخب نيجيريا إلى الفوز التاريخي لمنتخب كوت ديفوار بنسخة طبعا أبيجان 23. الحقيقة منتخب رائع، منتخب مر بظروف صعبة جدا 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 على مستوى البطولة، زي ما بقول لحضراتكم صعوده لدور ال 16 كان يعني قدر وضربة حظ مش هتتكرر كتير في تاريخ كرة القدم الأفريقية أو العالمية، ولكن مع طبعا إقالة المدير الفني بعد دور المجموعات مع إسناد الإدارة الفنية للمساعد بتاعه، ولكن الحقيقة كوت ديفوار ظهر في شكل مخالف تماما عن دور المجموعات، إصرار وعزيمة وقوة وإرادة كبيرة جدا جدا لتحقيق هذا اللقب. فاز على منتخبات كبيرة زي منتخب السنغالي في ضربات الجزاء، وكان المنتخب الإيفواري الحقيقة في المباراة النهائية أمام نيجيريا منتخب رائع. فرحة كانت كبيرة جدا امبارح، خرجت الآلاف والآلاف في شوارع كوت ديفوار بتحتفل بهذا الانتصار الكبير. كان طبعا احتفالية رائعة في استاد المباراة بوجود رئيس الاتحاد، زي ما حضراتكم شايفين رئيس الجمهورية رئيس كوت ديفوار، مع فرحة كبيرة جدا جدا لكل الشعب الإيفواري الحقيقة.